عيالي اكلناها. ابو وائل طلع من حميات. تاخذ الباطل بتاع ابوك كل يوم في حميات. يا اخبارك؟ عايزك في موضوع مهم. عفوا سعيد. تباع ارض ب 650 الف جنيه. فالواد ده طبعا انا مجهز له حاجه، انت عارف طبعا عندنا فلوس للناس مجنونه طبعا بتدور على اثار. وانت عارف ده كله هم القانون لا يحمي المغفلين. فطبعا الواد ده انا فهمته ان عندي في البيت هنا اثار، فعايزك تستعد. ركيب ومعاه 650 الف جنيه، امال انا اعمل ايه في 22 جنيه؟ كل ما بقابله وبقول له ازيك يا هضبة بيجيب لي علم السجاير. فانا باجي اسبوع دلوقتي حفظت له اغاني عمرو دياب كلها، اول ما غنيها له بقيت بصر. انا اخذ منه القرشين من فوق ولا في اثار اشتريتها. اشتريت ب 50 جنيه بالبازار، بس هو هقول له لا مش هقول له حاجه. هندي له دولار واخد القرشين وما اطفش. مش هيبدا يشتكينا. هيقول ايه؟ هيقول كنت ادور على اثار؟ خد شيء. هو معانا الجاية دلوقتي هيخش. هو ايه؟ هو ايه؟ حبيبي يا شكرا.
لازم اطلع على كل حال. حاجة طلع. طلع في الحياة. اصل لازم تفهم حتى تدافع فلوس. طبعا انت عارف ده معبد الدبل. وده معبد خد شمسون. وده دكان عمك عدنان الشرشور. في الخريطة ولا شيلو؟ هنا محاول الكهرباء. طبعا انا لما حفرت هنا في سلاح من معبد الكرنك لمعبد حتشبسوت. من 300,000 سنة طبعا كانت حتشبسوت دي عبال. عندها دور بلد. هي خليتها من معبد الكرنك راحوا وزروها. خدوها سنين بسبوسة. على ناس الجاتور ماتوا في السلاح وضع عليهم سلك الضغط العالي الكهرباء وماتوا تحت بيتي من حاجه. طب عليهم ضغط الكهرباء؟ هي كانت في بسبوسه. ما تكلمش معايا عشان الهندسه. فين الكاميرا؟ رايكم الحكومه مكبره جي بي اس؟ برضو عشان لما تاجي تبيع يا عم مصطفى قال لنا انت بتعرف الانجليزي؟ لا الحمد لله. عشان لما تاجي تبيع برضو حد يسالك خبير يعني يشوف الحاجه لازم تبقى عارف مين ده. ده عند القدماء المصريين اسمه اله الضل. فلسان فلسان. وده عند القدماء المصريين اسمه الله الطرز. الله الفرفش. ده طبعا ده فسفوسه. ده من الاسره التاسع عشر ده شبه. ده شبه. وده يدل انه جدك انت من الاسره التاسع عشر. شغلنا
يا رب. دوسوا. خلق معفور كده شوف 5000. يكون جيب الشيخ من الأول. أنا ما تنصب عليك. أنا أخذ في 5000 ولا أخذ في حاجة. أنت هتطوح في وشك أموت. Yeah.